سلام خوتي خواتاتي، نهاركم مبروك. واش راكم مبروكين؟ يا ربي كي دوزتوا رمضانكم، كي تدوزوا نهاركم مزيان كيف ما تيقولوا المراكشيين 5 5. الحمد لله، اليوم جيتكم بواحد الوصفه غنشارك معكم البسيطه معمرين بالحوت كيف ما كيبان لكم. نتمنى يعجبوكم وديروهم ان شاء الله، راه كيجيو لذاد وشهوه منهم. هنا البنات عندي الميرنا وعندي الصول، يعني درتهم الفطور وبقاو عندي، قلت غنعمر بهم يعني دوك البسيطلات. اللحم ديالهم يعني راه كيف ما كيبان لكم، يعني الميرنا راه فيها الحوت اللحم يعني زوين، وهذا الصول كذلك يعني اللحم ديالو بيض. ونتمنى يعني يعجبكم هاد البسيطلات وديروهم ان شاء الله وما تشبعوش منهم، راه كيجيو شهوه منهم. عندي بكيه ديال الفيرميسيل، عندي البنات هاد الحوت يعني الاخطبوط ديال البحر، يعني هو قال لي راجلي يعني الاسم ديالو ايزيز، انا ما عمل يعني ما عرفش الاسم ديالو، ولكن هو راه هو الاخطبوط ديال البحر. انا ان شاء الله راه صورت الفيديو كيفاش كيتنقى، هنا قطعته ونقيته. هنا عندي مورسو ديال الكالامار، والبنات اللي ما عندهاش الكالامار او الحوت يعني دير صدر ديال بيبي او ديال الدجاج، راه كيجي بهاد المقادير كيجي روعه وما كيبانش نهائيا بانه راه صدر ديال الدجاج او ديال بيبي. عندي الفرماج الاحمر، عندي لاصوص صوجا، عندي هنا الغبره ديال الكروفيت اللي كنت شاركتها معكم وريتكم الطريقه، يعني انا ما عنديش الكروفيت، عندي غير الغبره ديال التور، يعني كنخدمها بزاف وكتجي بواحد المذاق رائع. كيف ما كنقول لكم راه ملي كنقي الكروفيت كنشد ديك القشره ديالته كنديرها في الفران وكندير فيها شويه ديال البزار الملحه القزبر المدقوق وكنحمرها ونطحنها. عندي لاصوص صوجا، عندي الهريسه، معلقه ديال الزبده، عندي يعني ديك معلقه الزبده غنسوطي في هذاك الحوت، نص حامضه مصيره، الزيتون مقطع، والقزبر شويه ديال القزبر ما نكثروش لانني غندير واحد الشرموله اخرى، وبطبيعه الحال عندي الورقه ديال البسطيله. ان شاء الله ندوزو دابا باش نوريكم الطريقه، يعني نتوما تبارك الله راه كلشي كيعرف الطريقه. ونتمنى يعجبكم هاد البسيطلات، راه كيجيو شهوه منهم البنات، يعني كيجيو لذاد لذاد لذاد. هنا غنشد داك الحوت اللي يعني راه مقلي، غنفرتو كيف ما كتعرفوا، يعني الميرلا راه كتجي يعني اللحم ديالها ابيض كيجي رائع بزاف بزاف بالبسطيله. كاين يعني الحجم الكبير اللي بغى يدير شي بسطيله يعني حجم عائلي، يعني يدير ياخذ وحده كبيره. تبارك الله راه الخير موجود، وحنا في هذا رمضان يعني راه كل واحد كيتشهى اللي بغى. كيف ما كيبان لكم، انا كما قلت لكم الحوت اللي عندكم يعني موجود ديروه اللي عندكم، يعني خدموه به ديك الساعه. انا عندي هذا الحوت بقى ليا من الفطور انا خدمته، واللي ما عندوش الكالامار يعني ياخذ صدر ديال الدجاج او ديال بيبي، راه كيجي روعه وما كيبانش بانه ديال بيبي او ديال الدجاج. وهما كنقول لهم يعني كنعمروا بهم مثلا دوك بسيطلات او بريوات، تنقول لهم يعني البسطيلات الكذابين. هنا البنات بعد ما فرتت داك الحوت الصول والميرنا كيعطوني داك القدر، يعني لا باس به الحمد لله. هنا غنقطع داك الكروفيت، داك الكالامار يا ربي سمحوا لي، نقطعوا المرصوات اللي بغيت. وعندي هذاك الاخطبوط راه مقطع ديجا. هنا غندير ديك معلقه ديال الزبده، يعني ما نكثرش انا البنات هذا رمضان ما كنكثرش ليدام كيف ما وريتكم، يعني في لا في البريوات ولا هنا في البسيطلات، باش يجيو خفاف وناكلوهم يعني على خاطرنا. بسم الله غندوز باش نقطع يعني هذا الكالامار كيف ما قلت لكم، وكنعاودها يعني خدموا باللي موجود عندكم، راه ماشي يعني ضروري يكون عندكم الكالامار. الحمد لله الدجاج موجود، بيبي موجود، الحمد لله كلشي الحمد لله موجود. اللي ما عندوش الكالامار ياخذ يعني صدر ديال الدجاج او ديال بيبي، حتى هو اللحم ديالو يعني بيض وكيجي ما شاء الله. ملي غديروا لها الطريقه راه ما يبانش نهائيا بانه يعني كيجي داك المذاق ديال الحوت. هنا غنقطعوا المرصوات اللي بغيت الحجم اللي بغيت بسم الله كيف ما كيبان لكم. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا، ومرحبا بكم في القناه ديالي بيانفوني شي سنه، يعني مرحبا بكم في الدار ديالي، مرحبا والف مرحبا، وقبلوا على موجود ورا الخير راه عندكم. عواشركم مبروكه مره ثانيه، يعني الحمد لله مع سيدنا رمضان راه غادي، ولكن راه العمر اللي غادي، اما رمضان يعني راه باقي يعني في وقته بلاصتو.
هنا البنات عندي واحد المعلقه ديال لاموطار نسيت ما قلتهاش لكم. ندوز ان شاء الله هنا الحوت راه عندي طايب، انا فرتتو كيف ما تيبان لكم. الفيرميسير انا غادي ندير ليها الطريقه ديالتها، نخوي عليها الماء طايب وغادي نصفيها ونقطعها. هنا البنات يعني درت من بعد ما قطعت داك الكالامار غندرت الزبده في المقله وان شاء الله غنسوطي في هذا الحوت. بسم الله انا قطعته، ثم الا درتو صدر ديال بيبي او ديال الدجاج ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم بسيطلات او بريوات بالدجاج، كيجيو رائعين بحال هكا بالبنه ديال الحوت، كيجيو يعني روعه. غنصوطي فيهم مزيان هاد الحوت يعني حتى تيشرب ليا ديك الزبده اللي دايرين فيه حيت اللي حاطينها فيه، يعني هو اصلا راه كيطلق الماء. هنا درت الماء يطيب على باش نصاوب معايا الفيرميسيل، راه كلشي تبارك الله كيعرف كيف الطريقه ديال الفيرميسيل. غنصوطي في هذاك الحوت ديالنا، شوفوا البنات راه كيطلق هو الماء. نتمنى تجربوهم كيجيو يعني شهوه منهم. غنزيد معاهم شويه ديال الملحه وغنزيد داك ايزيز، يعني انا ما عرفش الاسم ديالو، انا قلت لكم الاخطبوط ديال البحر، وراجلي هو اللي قال لي السميه حيت انا ما عرفتش ليه، ما عرفش كيفاش ينقيوه اصلا. رانا صورت الطريقه ان شاء الله غنحطها لكم وغنشاركها لكم، يعني اي حاجه اي افاده زادتني في الراس غنشاركها معكم، واي حاجه راه كنا كنستافدوا من بعضياتنا. غنصوطيهم مزيان حتى يشربوا ليا ديك الزبده ديالتي وما يبقاش فيها داك الماء، وغندوزوا ان شاء الله باش نجمعوا الحشوه كامله. غناخذوا واحد الاناء او بانيو غنديروا فيه الحوت، غنديروا فيه يعني الشامبينيون، لا سوسوجا، الزيتون مقطع، نص حامضه مصيره غنقطعها، وهنا غادي يعني كلشي غنجمعهم. ها نتوما البنات كيف ما كيبان لكم، يعني ما بقاتش نقطه ديال الماء. دابا ملي غنجمع يعني كما قلت لكم في الاناء، ما غاديش نطول عليكم في الفيديو، كلشي غنديرو في الدبانيو وغنجمع كلشي، وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. يعني ما بقاتش يعني الماء ما بقاش فيه نهائيا. هنا ملي جمعت ديك الحشوه كامله انتوما يعني كيف ما قلت لكم كلشي جمعتو، غندوزو لهاد الشرموله اللي كتجيب واحد المذاق رائع. انا هاد الشرموله البنات راه ما كنديرهاش مع البصله وما كنصوطيهاش، يعني كنت نديرها الطريقه ديال البصله، نشلط بصله نديرها في المقله مع الزيت والعطريات البصله وداكشي، مي كتصوط عليا اللحم مع الحوت، ولكن هذه صطا يعني لذيذه. وهنا عندي العطريه، يعني غنصاوبو الشرموله ديال الحوت العاديه اللي كنديرو يعني معتمده عندنا. نتمنى يعني تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. هنا غنزيدو شويه ديال القزبر والمعدنوس، راه في الاول ما كثرناش، وقد ما جات هاد الحشوه يعني فيها البنه واللذيذه راه كتجي يعني واحد المذاق لا يقاوم. واحد الفريعات ديال الثومه غنعصرهم، كيجيو البنات شهوه منهم، وان شاء الله يكونوا يعني ان شاء الله جربوهم وتردوا عليا. دابا غنزيد عليهم داك معلقه ديال الهريسه صغيره ومطيشه ديال الحك، او حكو مطيشه اللي عندكم، ما تحكوش مطيشه، الا حكيتوها البنات يعني صوطيوها مزيان تتشرب مزيان. انا كندير كنفضل مطيشه ديال الحك. وبطبيعه الحال غنزيد الخل، انا عندي الخل هنا كيف ما كتعرفوا الحوت راه كيبغي الخل. جربوا الطريقه وراه يعني كتجي شهوه منها. هنا بعد ما درنا ديك الحشوه كيف ما كيبان لكم، ما درتش فيها يعني فيها داك الحامض مصير سمحوا لي، وهاد الشرموله ديال الحوت راه كنزيدها حتى الاخر، واش كنزيدها باش تجي يعني ديك البنه كتجي يعني ما شاء الله. لا عندكم السودانيه ديروها يعني على حسب الحار المذاق ديالكم اللي بغيتو، الذوق ديالكم يا ربي. غندير دابا العطريه شويه ديال الملحه،
شويه ديال القزبر المدقوق، راه كيف ما كنقول لكم راه ما كيخطانيش انا من الدار، شويه ديال الكمون، يعني الشرموله ديال الحوت العاديه المعتمده عندنا. شويه ديال التحميره، يعني اللي بغى يستغني عليها يعني ما يديرهاش، راه دايرين مطيشه، انا غدرت منها واحد شويه باش تعطيني داك اللون. يعني البزار ما غنديروش حتى هو لحقاش درنا الهريسه، وغنخلطوا هاد الشرموله مزيان ديال الحوت، كتجي يعني بنينه، كتزيد واحد المذاق رائع للحشوه ديالتنا. يعني داك الاناء راه درنا فيه غير الفيرميسيل والحوت اللي سوطينا، الشامبينيون، لاصوص صوجا شويه، الزيتون مقطع، ديك نص حامضه يعني قطعتها مرصوات رقيقه وحطيتها درتها حتى هي، شويه ديال القزبر، الفرماج الاحمر حتى هو يعني زدتو حتى الاخر. يعني انا ما طيبتش هذاك الشيء، صطيت غير الحوت فقط، يعني الحوت راه عندي ديجا طايب. انا غنزيد دابا الشرموله وغنخلط العناصر كامله حتى يندمجوا. بسم الله غنخلطها بيديا، كيف ما كتعرفوا انا كيعجبني نخلط بيدي باش نتمكن من الحشوه وندخل فيها جميع العناصر. هانتوما يعني الحشوه كتجي رائعه البنات، رائعه، وفي هاد البنه يعني لا تقاوم. ان شاء الله جربوهم ويكون الخير ان شاء الله، والخير راه عندكم كيف ما كنقول لكم دائما. مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة بيان فوني شي سنة المتواضعة، وقبلوا على موجود والخير عندكم في ديوركم. مرحبا بكم وألف ألف مرحبا، ونتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. هانتوما صافي دابا العناصر كاملة اندمجات ليا، الحشوة موجودة، وندوزو على بركة الله باش نشكلو البسيطلات ديالنا. هنا عندي الورق ديال الزبدة ديال الطاي، عندي الورقه ديال البسطيله، بسم الله غندوز باش ندير دوك البسيطلات الفرديين. هانتوما يعني اللي بغى يديرها يعني كبيره عائليه، نتوما على حسب افراد الاسره ديالكم. انا كنفضل يعني كل واحد و البسيطله ديالته، باش يعني الا بقات ولا شي حاجه كديريها في الفريغو. يعني هاد الحشوه راه تجي يعني رائعه. هنا البنات درت واحد الشكيل بحال ديال الوريضه، هاد الطريقه كتجي زوينه. ودابا غنديرهم غير عاديين، بسم الله غنشكل معكم الاولى. انا عندي ديك الجبانيه، بسم الله غنحلوا الورقه. دائما كيف ما كنقول لكم الجهه الحرشه هي اللي تجي الفوق. غنجرب وحده، بغيت ندير جوج دابا نشوفها كي غتجيني، ولكن غنجرب غير ورقه وحده. بسم الله غنعمر الحشوه، هانتوما غنضغط عليها مزيان باش تاخذ ليا داك الشكل ديال الجبانه، داك الشكل الدائري، وتجيني مقاده. وغنجمع الجوانب كيف ما كيبان لكم، نتوما عينكم ميزانكم. انا راه عندي الورقه البنات صغيره، يعني ما عندي داك الحجم الصغير، وانتوما الا كانت كثيره عندكم يعني الشيطه بزاف يعني تقدروا تقطعوها تنقصوا منها باش ما تجيش دايره بزاف. وغادي نقلبها على هذا الشكل، ها هي البسيطله ديالتها، هي تشكلات ليا، كيجي رائعه. دابا غندوز باش نشارك معكم الثانيه، بسم الله دائما الحرشه هي اللي تكون الفوق. انتوما غندير جوج ورقات دابا، وانتوما شكلوا اللي عجبكم، يعني هادو بسيطلات كيجيو رائعين، ونتمنى تجربوهم في رمضان. يعني رمضان راه كيف ما كتعرفوا يعني كنتشهوا فيه شحال من حاجه، وكيجيو لداد وبنان.
دائما ضغطوا عليهم باش ياخذوا ديك الفورمه ديال الجبانيه. انتوما نجمعوا الجوانب مزيان، الا صبنا شي بلاصه ناشفه مثلا دوك الجناب راه كيكونوا شويه ناشفين، ندير لهم شويه ديال الزيت ونجمعوها ونضغطوا عليها مزيان بيدينا باش تاخذ لينا الفورمه ديال يعني المول اللي عندكم، المول ديال المول اللي كاين عندكم ديال ليكيش يعني تخدموا به. انا عندي غير هاد الجبانيه يعني كتجيني رائعه وكتجيني زوينه. ها نتوما وغنبقى على الطريقه ان شاء الله حتى نكمل كل شيء الحشوه وكل شيء، وغندخلها ان شاء الله الفران وغتشوفوها كي كتجي. انا غنزيد معكم واحده اخرى بسم الله. يعني راه الورقه ديالتي راه شبعانه زيت يعني ما غنحتاجش ندهنها، نزيد ندهنها. نتمنى تجربوهم فغتيجيو يعني ما شاء الله الشهوه منهم. ما تنساونيش ملي لايك ومن البارطاج ولي لايك البنات والاشتراكات ومن التعاليق كما كنقولها سواء ايجابيه او سلبيه فهي فوق الراس وغنتعلم منها ان شاء الله باذن الله. كنضغطوا عليها هانتوما يعني كتجي رائعه وقابطه ديك الفورمه ديال الجبانيه. يلا البنات غنكمل دابا الحشوه ونكمل الورقه وغندخلهم ان شاء الله حيت انا غنديرهم الفطور ورجع معكم. انا درت هاد الشكيل غندخلو للفريكو ديال الورده، وهذوك البريوات راه صوباتهم بنتي يعني قالت لك ماما نصاوبهم راه صوباتهم. غندخلهم ان شاء الله المجمد مره اخرى وغتشوفوا يعني كي جاوا بسيطه ديالنا. يعني هادو ديال الورده تيجيو تا هما منظر يعني رائع. وها البسيطه ديالنا اللي شكلت معكم كياخذوا ديك الفورمه ان شاء الله. غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده او اللي عندكم موجود ندخلهم الفران وغنشاركهم معكم وتشوفوهم كي تيخرجوا. ها نتوما البنات يعني بعد ما تحمروا كيجيو رائعين. انا درت ديك الوحيده قالك ولدي بغا هذيك الوحيده الورده، بنتي حتى هي بغات هاد البريوات. هانتوما كيجيو تحميره وحده وكيجيو ما شاء الله روعه. نتمنى تجربوهم وان شاء الله راه غيعجبوكم. وكيبغيهم يعني هاد البسيطه راه كيبغيهم الكبار قبل الصغار. ورمضان المبارك سعيد، الله يدخلو لكم الصحه والسلامه. انا بحر جبتهم من الفران غنقطع معكم هاد البريوه. شوفوا القرمشه ديالتها، بغيتكم يعني تسمعوا داك الصوت ديال القرمشه ديالها يعني روعه يعني مذاق ومنظر لا يقاوم. هانتوما وعامرين بدوك الحشوه ومقرمشين. يلا البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنساونيش ملي لايك لي لايك لي لايك. وعواشركم مبروكه ويعني الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه هذا الشهر المبارك سعيد. انا قدمتهم بهذه الطريقه دوك البريوات كل واحد واش بغا، بريوات كل واحد يعني واش بغا. ها هما كي تيجيو وانا درت لهم شويه ديال الفرماج بحال هكا يعني كيجيو رائعين. وكنرافقهم شويه ديال الزيتون كحل شويه ديال الزيتون مشرمل يعني هادو في المائده ديال الافطار. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. بسلام عليكم ان شاء الله، فيديو جديد بسلامه بالصحه فطوركم في